شوفوا أسعار زمان هنا شطة رنا الحجم الكبير 474 ملي، هذا اللي تباع بخمسة ريال، وإذا صووا عليها عرض بأربع ريال. أصدمكم في السعر، أنت كم تتوقع السعر يا المتابع الكريم؟ كم تتوقع هذه في أسواق النهدي المركزية وعروض إلى نهاية الشهر أو نفاذ الكميات، ولكل عميل عرض حتى يستفيد الجميع. تأخذون ست حبات، إيه نعم ست حبات من الحجم الكبير، بكم؟ بعشرة ريال، وشامل ست حبات بعشرة ريال، يعني تقدر تأخذ إلى ست حبات بعشرة ريال بس. هالعرض بدأ الآن إلى نهاية الشهر. زمان أبغاك تحسبها صح يا جماعة، المعجنات، الفطاير، البر أو الأبيض، هنا الطحين، وحجم العبوة حجم كيلو، وأسعار زي ما ذكرنا زمان. شوفوا ما شاء الله الكمية، تبي تأخذ الأبيض، تبي تأخذ البر، تبي تسوي ميكس بينهم تشكل، ما عندك مشكلة. كم تأخذ؟ تأخذون سبع حبات بس بعشرة ريال، سواء من الأبيض أو البر، الدقيق الأبيض أو الطحين البر، السبع حبات بعشرة ريال في أسواق النهدي المركزية إلى نهاية شهر مايو، فرعين حي العوالي على شارع علي بن شيبان وحي الشفاء على الخليفة المامون. يا ما شاء الله تبارك الله على الكميات، وفي المستودع أضعاف. حتى الملح قدموا لكم عليه عروض وقالوا ياخذون خمس، ما هي بحبة ولا حبتين، لا خمس حبات وبسعر كم؟ خمسة ريال وخمسة وسبعين. هلا لا، في أسواق النهدي المركزية فرعين حي العوالي على شارع علي بن شيبان وحي الشفاء على شارع الخليفة المامون، خمس حبات الملح حجم الكبير خمسة ريال وخمسة وسبعين. هلا لا، أنا أقول قارنوا بين الأسعار وأتحدى في هالسعر هالأيام يا جماعة. صدور الدجاج الطرية من الكبير هذا حجم كيلو، هذا يباع قبل بواحد وعشرين ريال، إذا سووا عليه عرض بيصير 19 ريال وخمسة وتسعين. هذا أقول لكم بكم في أسواق النهدي المركزية، بس الكيلو 14 ريال وخمسة وتسعين. هللة، لهم فرعين حي العوالي على شارع علي بن شيبان وحي الشفاء على الخليفة المامون، الكيلو صدور الدجاج الطرية ب 14 ريال وخمسة وتسعين. هللة، شوفوا المواد الغذائية المخفضة وأسعار قوية جدا، وقارن بنفسك من الأسعار يا جماعة. لحم المفروم أو الدجاج عندهم، سواء الغنم أو البقري أو الدجاج، أنتم متخيلين هذا حجمه تقريبا 400 جرام، تواريخ جديدة، كم تأخذونه في أسواق النهدي المركزية؟ يقول خذ سبع حبات، سبع حبات سواء من نوع واحد، تبي تشكل بينهم أبد اللي يجوز لك، سبع حبات بكم؟ بعشرة ريال فقط. اي نعم، تتابع وتقول وتشوف يا بلاش، هالسبع حبات بعشرة ريال فقط. كراتين الدجاج وبأقل الأسعار، موفر لكم الخيارات. هنا كرتون الدجاج من بريدكس، هالكرتون بداخله عشر حبات وكل حبة 800 جرام، الكرتون كامل بمية وخمسة وعشرين ريال، أيضا حجم الألف موفر لكم بمية وخمسة وأربعين ريال. هيديم الرخص، شوفوا المعلبات والمواد الغذائية المخفضة، هنا تقش بالعدد. شوفوا عندكم الفول المدمس سبع حبات والعبوة 400 جرام وكميات كبيرة جدا، يا ما شاء الله تبارك الله. تلال، السبع حبات بكم؟ بعشرة ريال. حتى الفاصوليا تأخذون سبع حبات الحجم الكبير أيضا بعشرة ريال بس. حتى يا جماعة هنا الأرقى الشبيهة الحليب ثمان عبوات رص، شوفوا الرص، رص بعد ثمان عبوات بعشرة ريال، يا بلاش. اي نعم، تتابع وتشوف وتقول يا بلاش في أسواق النهدي المركزية فرعين إلى نهاية شهر مايو، طبعا حي العوالي على شارع علي بن شيبان والخليفة المامون بحي الشفاء. هذه قلعة ولا حصن ولا إيش يا جماعة؟ شوفوا الكميات والتلال من المعلبات، أسعار زمان على المواد الغذائية المخفضة. كم يا جماعة؟ هنا البازلاء تأخذون كم؟ تأخذون ثمان حبات، اي نعم ثمان حبات، والحبة 400 جرام العلبة، ثمان عبوات بكم؟ بعشرة ريال بس في أسواق النهدي المركزية فرعين فقط، العوالي على شارع علي بن شيبان والشفاء على الخليفة المأمون إلى نهاية شهر مايو. إذا جيت هنا يا جماعة لا تأخذ حبة ولا حبتين ولا خمس، أبغاك تيجي وتأخذ بيدك كذا وتقش. العدد كم؟ المكرونة بأسعار مخفضة يا جماعة ثمان حبات وكل حبة 400 جرام، يعني نص كيلو إلا، ثمان حبات بكم؟ بعشرة ريال، ما هو بنوع واحد، سباجيتي، خواتم، أصابع، الثمان حبات بعشرة ريال، سواء حدائق السعودية أو حتى المائدة، خذ ثمان حبات وعليك بالعافية بس بعشرة ريال وشامل في أسواق النهدي المركزية فرعين حي العوالي على شارع علي بن شيبان والخليفة المامون في حي الشفاء. شوفوا أسعار زمان هنا على الطماطم الجاهز المقشر، هذا 400 جرام
وبكم يا جماعة؟ هذا اللي تأخذونه بخمسة ريال ولا أربعة ريال في أسواق النهد المركزية إلى نهاية شهر مايو، فرعين علي بن شيبان بحي العوالي وحي الشفاء على الخليفة المامون. وبكم يا ماجد؟ ست حبات بعشرة ريال بس. من عروضهم على المواد الغذائية المخفضة عندكم هنا الفونتي، الربطة بداخلها ثمان عبوات، تأخذون ربطتين يعني 16 عبوة بكم؟ بس بعشرة ريال في أسواق النهد المركزية، فرع حي العوالي على شارع علي بن شيبان وفي الخليفة المامون بحي الشفاء. ما شاء الله صحون الخضار هنا شكل أي ستة صحون، من الفلفل الحار، الفلفل البارد بأنواعه، أيضا الجزر، الخيار، الباذنجان، الكوسة، الشمندر، الحبحر. بكم يا جماعة؟ الست صحون سواء من نوع واحد أو منوع ب 11 ريال و50 هلا له بس. عندكم أي ثلاث أكياس بطاطس بكم؟ ب 11 ريال و50 هلا له. أيضا عندكم هنا البصل أي ثلاث أكياس ب 11 ريال و50 هلا له. أو الثوم الثلاث أكياس ب 11 ريال و50 هلا له من نوع واحد، أو تبي تشكل بينهم ما عندك مشكلة، تقدر تأخذ واحد 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 ب 11 ريال و50 هلا له. وهنا الصحون الخضار ستة صحون. شوفوا يا جماعة هنا ليمون أبو زهيرة، هذا مطلوب الآن حنا في الصيف. شوفوا الصندوق هذا فيه أربع حبات، بكم يا جماعة؟ قولوا أنتم بكم؟ هالصندوق اللي فيه أربع حبات ب 11 ريال و50 هلا له بس في أسواق النهد المركزية. طبعا اللي يسأل دائما على الفرعين هي في حي العوالي على شارع علي بن شيبان وحي الشفاء على شارع الخليفة المأمون. كل هالكمية ب 11 ريال و50 هلا له. كيلو البرتقال هنا يقولوا لك خذ 3 كيلو ب 11 ريال و50 هلا له. ما شاء الله الزيوت أنواع وأشكال وخيارات، وأغلب الشركات موجودة عندهم. هنا اللتر ونص من دلال، اللتر ونص 11 ريال ونص. يا جماعة كرتون الشاي هنا بداخله 100 كيس، هذا سعره قبل 10 ريال. حاليا تاخذ الكرتونين بس ب 10 ريال في أسواق النهد المركزية، حي العوالي على شارع علي بن شيبان، وأيضا حي الشفاء على الخليفة المأمون. هالكرتونين بهالسعر. المناديل وكميات كبيرة جدا، حقيبة المناديل من فرح، الحقيبة بداخلها 10 عبوات وكل عبوة 180 منديل ناعم. بكم؟ الحقيبة ب 10 ريال. كراتين حليب الصافي وكميات كبيرة جدا. أيضا عدة نكهات. الفانيلا، الفراولة، الموز والشوكليت. الكرتون 16 ريال و95 هلا له. المواد الغذائية المخفضة والمعلبات، شوفوا يا جماعة أرقى 1 2 3 4 5 6 إلى 7 إلى 8 حبات، وحجم الحبة 170 جرام. يا جماعة الثمان حبات ب 10 ريال بس وشامل،